يا ساتر يا رب. ايه دياب عمل ايه يا محمد؟ ها عمل ايه؟ والله فيها زلط. ما انا عارف. شوف ما هروح ما بتمشي تحكي. افتح الشباك اللي بتاع النور كده يا ابني. تمشي تحكي لا ننور الجو لسه. صل على النبي. صلاة السلام. قبل انت ما تطلع كل يوم تنظف رجل المفرد دي الاول. امال ايه؟ صل على ال هيس هيس خفيف بس 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 اجرب. بس 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 المرة بتنام على الجولة المرة تنام محمد المرة حلقة قوة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مسمار باي ولو هنا مسمار هنزعل نزعل قوة. بس بس اللي واش معانا بس خليك من لا واش يا باش سيب امسك انت راسك. سيب هي دقيقة انا تسيب لا بس بس ها بقت تمشي اقول يا حول الله يا رب وتلاقي صغر صغر ملكش لعب لا منفعش ترى ازعال الجو فين تطلع كم يوم لما فين احمد صغر والله ما جات مصلحه للحبه اللي كانوا في الجمعيه من الصبح باين على ابو الجمعيه ولسه هتاخد يوم تاني من البطاطا والنبي محمد ما تهجل على البطاطا دول عشان نصرف كمان خساره هتجيب لهم اربع شكاش بس بس شايف كل ده هيتلم مش كتير لا مش كتير انا بركه اللي انت لازم تكون تمرد انت والموت عند عمك اشرف ابو محمود كبير الايه الحار كبير ده هو ايدك كده كبير ايدك الثانيه ماشي مرض عندنا ده لازم تاخد تحسين الاتداه والله قبل ما تطلق يبقى انت باشا يبقى انت عملت الصح مش هتروح تطلق وخلاص بس الناس ما نشرته لك اهو بس بس امسك بس يقف هناك سيف وعيد وعيد كنت فاعت عشان ما تنشعر مش عارف تقف على التانية التانية بايظة خلاص الفرو اللي فيها الدن يا عم كتير دير والله ايه اللي موت الدن ده ده بقول بغرف هاي عايزين نكلمها فرق هيس ارفع نفسك كده ايوه كده دي بس الله اكبر الله اكبر معاك يا فهد
هسيبك على الارض. لا طارق سوسه طارق فلبة عندك بس طارق كده خلاص سيب على الارض. مش هتاخد كمان شويه منه خشب؟ ايه هسيب كمان الخشب رغم الاستفاقه منشوخ. نزل على خشبه قول الله وكل زبط عشان اقول شوف فرق دي من دي. لا زبطت طبعا الحمد لله. شوف بقى دي ما تظبطها لك كلام زي الحقيقه يا اخي. طب يلا يلا عشان نتفض من دي. لا انا مش هعمل الثانيه النهارده بكره الصبح من بدري. على فكره التصبيعه ما عادش في تصبيعه اهي. الله ينور حاجة. صح لسه فيه؟ هي مهرتك كنت عايز حد يقول لك. لا والله ما عاد في تصبيعه فعلا. يلا عشان اعمل ثاني. التصبيعه ما عادش باينه لما اشوف الرجل الثانيه. لا ما عادش في بطنها ونزلتها كلها وراها من الخوف. كل ما تخاف تقوم نازله شويه. يلا سي كيماوي يا بوشو احنا هنا. كيماوي اللي انا حطيت. لما يبوش. انت فاكر المره اللي فاتت قلت لك ايه؟ المره دي هتصبر. ليه؟ لان المؤاخذه اللي كانت بيعملها ما كانش بينظف الحافه. من دعجة تقلب اي غير. لا لا كل طير نفس النظام. هي بتمشي تهجي ما انا شايفها. انا جاي بس انا جاي بجري عشان اقعد في الموقف. انا في الجمام السوري. ايوه انا عارف انت رايح قاعد. لا لا استاذ احمد. لا طب ما الناس كلها واقفه معايا في السهره بقالي يومين ثلاثه. انت فاكر ان سهل ولا ايه؟ بقى فرع منك قرر شاب طيب وبتاع مش عارف اقول له خلص عايز امشي. في حد برين مساعد ناس ما تعسر. ايه؟ في حد برين مين دي؟ افتح عليه. انا عرفت